بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الأغر، اليوم العالمي للعمل الخيري، وانطلاقا من دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجاً ومشاركته الفعالة في تحسين دور الحياة في هذه المناطق، وتكاملاً مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة لتحسين حياة الناس، ينظم صندوق تحيا مصر فعالية كبرى بعنوان أبواب الخير. ويسعدنا أن نقدم في هذه الاحتفالية استراتيجية الدولة المصرية في دعم العمل المجتمعي وتشجيع المنظمات العاملة بهذا المجال على حشد جهود أطرافه، فتتحرك نحو 500 سيارة تريلا و500 سيارة جامبو لتصل إلى نحو 1,000,000 أسرة بها نحو 5,000,000 فرد بتكلفة 650,000,000 جنيه. هذه الاستراتيجية التي تتكامل مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجاً من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من الميزانيات المرصودة من جانب هذه الأطراف. صندوق تحيا مصر يقدم نموذجاً يحتذى في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية ثالثة، وبمعونة الإعلام من ناحية رابعة. فاستطاع بذلك كما أشار معالي وزير رئيس الوزراء أن يحصد أرقاما قياسية عالمية، حيث حرك 480 شاحنة مساعدات بالتعاون مع 22 مؤسسة في العام الماضي، ولا زال يحصد هذه الأرقام. في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم، في ظل مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية، وذلك للوصول بهذه المسيرة وهذه المشاركة إلى هذا العدد الكبير وهذا التميز الذي يجعله في المقدمة، صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي والتي على رأسها معالي الوزيرة نيفين القباج، وسعيها يذكر فيشكر مع وضوح رؤيتها وتحت قيادتكم الحكيمة، مكنت المجتمع المدني من السير الحثيث نحو أهدافه المرجوة بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني، 18 مؤسسة، الأرمان ومصر الخير وبنك الطعام والجمعية الشرعية ومؤسسة راعي مصر ورسالة ومؤسسة أشرقت الخيرية وتحسين أوضاع المرأة والمصباح المضيء وصلاح الدين والبر والتقوى والهيئة الإنجيلية القبطية وخير دمياط وخير بلدنا ونهضة بني سويف وتواصل وصناع الحياة والاتحاد النوعي لرعاية الأيتام. يشارك اليوم في إطلاق هذه المسيرة. تقوم كل هذه المؤسسات وبالتنسيق والتعاون
وتحت قيادة وزارة التضامن بالحماية الاجتماعية والصحية والتعليم والتدريب وتوفير السكن الكريم وبالتكافل الاجتماعي. إنها تقوم بتنمية شاملة للإنسان. يذكرنا هذا أن هذا هو البرنامج العملي لحديث نتعلمه أول ما نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فخامة الرئيس: جزاك الله خيرا وجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليها، وذلك تحت عنوان: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. شكرا لكم.